أم شاهين معنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. تفضلي تفضلي بسؤالك يا أم شاهين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلة الشيخ خالد نبي نسأل سؤالين. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا. عندك سؤال، لما الأسماء من الآيات القرآنية مثل ليبيا، إيش فيها؟ في سموا صراط المستقيم، وفي سموا، هل ده أسماء من الآيات القرآنية؟ هي ما حكمها في الإسلام؟ يعني تسمية الأشخاص؟ إيه، يأخذ فهم القرآن معنا. يعني يأخذون كلمات من القرآن، مثلا الصراط المستقيم، إيه؟ يسمون بشخص؟ إيه، صراط مستقيم معناها مثلا اسم صراط المستقيم. طيب، هذا السؤال، هذا السؤال، يعني تسمية الأعلام أو الأشخاص بأسماء مثلا الصراط المستقيم. أيوة كذا. طيب الشيخ، قلنا الأسماء في الآيات القرآنية. أم شاهين، الحقيقة بعض الناس يعني يأخذ من القرآن تفاؤلا وتبركا بالأسماء التي في القرآن، وهذا ليس بصحيح. لم يكن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ولا عمل الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز فعل هذا، ولذلك تجد بعض الأسماء غريبة. يعني يقال إن رجلا اسمه نكتل، قال منين لك هالاسم؟ قال إن والدي لما ولدت فتح المصحف فقرأ قول الله قوله تعالى أرسل معنا أخانا نكتل، ويظن أن نكتل اسم، وهي ليست اسم، هي فعل. وهذا يعني من الاعتقاد غير الصحيح. لكن لو أنه سمى اسما ذكر في القرآن لجمال هذا الاسم فلا بأس، إلا أن يكون هذا الاسم مما يتضمن تزكية، كالصراط المستقيم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تتضمن تزكية. ففي هذه الحال ينهى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، قال تزكي نفسها، وهذا يشير إلى أن كل اسم يتضمن تزكية للمسمى فإنه ينبغي إزالة هذا المعنى وعدم اعتباره، في حين أن الأسماء التي تتضمن تزكية لكنها لا يلاحظ فيها جانب التزكية لا حرج فيها، مثل صالح، اسم يتضمن تزكية لمن تسمى به لكن الجانب المعنوي غير ملاحظ. فإذا كانت هذه الأسماء لا ملاحظة فيها، لا لمسألة تبرك بكونها من القرآن، ولا لمسألة معانيها الطيبة التي تتضمنها، فهذا لا بأس به.